لما كنا بنحضر لحلقة عيد أم يبقى فيها قصص حلوة، مش بس الفكرة مش ان هي قصص تخلينا نعيط، لا، قصص تلهمنا، قصص تقول لنا حاجات نفكر فيها. قعدنا ننقي قصص، وكمان طرحنا على الناس عن طريق صفحتنا وسألناهم ممكن تكون عايز تغير ايه في حياة مامتك، في يوم، في بيتها، في شقتها، وكأننا بنفتح الباب على وسعه من التغييرات الكبيرة أو الهدايا الكبيرة للهدايا اللي يمكن تبقى لفتات مش هدايا. يعني كان معانا الأم اللي ابنها قال لها أنا هديلك كبد يومي مدام وفاء، وده كان بيطلب لها حياة، ويمكن تكون الفقرة دي من نوعية الأحلام اللي مش الفلوس اللي تحققها، لا، المشاعر القوية الجياشة من الأبناء هي اللي تحققها، وده حصل. نيجي بقى لفكرة اللفتات، لقينا على صفحتنا رسالة صغيرة كده ومختصرة من واحدة اسمها شيماء، وقالت أنا مش طالبة الماما هدية، مش طالبة الماما حاجة، أنا طالبة الماما لفتة صغيرة. أنا اتجوزت من 4 شهور ومسافرة وقاعدة في إنجلترا مع جوزي، كل سنة في يوم عيد الأم لازم أجيب لها هدية وأقول لها كل سنة وأنتي طيبة يا ماما، ممكن تبقى السنة دي عشان أفرح ماما تكلمي لي ماما، يعني أنا أتصل بوالدتها عشان أقول لها كل سنة وهي طيبة. دي ما هيش هدية إنما لفتة، لفتة بتقول إنه أولا شيماء صحيح إنها في إنجلترا وبعيد عن مامتها، بس بتفكر فيها ومشغولة بيها، وعارفة إن هي الحاجات الصغيرة دي ممكن تفرق معاها، وعارفة إنه ممكن هي في سنين كتيرة فاتت جابت لها هدايا عينية، فإيه المانع إن تبقى المرة دي هدية مش ملموسة، محسوسة. حسيت إنه دي أبسط حاجة، يا نهار أبيض بقى، أنا هو اللي مطلوب مني إن أنا أكلم مامتها مدام ماجدة أقول لها كل سنة وأنت طيبة يا مدام ماجدة، أنا منى الشاذلي بسلم عليكي عشان شيماء قالت لي كده. دي حاجة أبسط ما تكون. تواصلنا معاها برضو عن طريق الفيسبوك وكلمناها في التليفون، وحكت لنا قد إيه هي كان نفسها عيد الأم ده تكون فيه مع مامتها، بس الظروف مش سامحة، لسه متجوزين أو هي وجوزها، وطبعا صارفين دم قلبهم في الجوازة وكده، مش هتقدر تنزل يمكن غير الصيف الجاي أو بعد سنة أو ما إلى ذلك. دي كانت حاجة مش بس سهلة، هي كانت حاجة محببة جدا لقلبي. كلمنا مدام ماجدة اللي هي الأم، وكنا قلقانين شوية لتكون نامت، لأن كانت الساعة 11 بالليل أو عدت 11. بمنتهى اللطف أولا باين من صوتها جدا إن هي ست طيبة جدا وودودة، وقالت كلام رقيق ولطيف جدا. قلت لا، خلي مادام إنها لفتة صغيرة ومن بنت لأمها، بدل ما يبقى تليفون بس، خلينا نعزم أو تكون مادام ماجدة معانا. ألو. ألو، مساء الخير. مساء النور. أنا أخدت نمرتك من شيماء. أيوه. مش شيماء، أيوة. في إنجلترا. أيوة شو بنتي، أيوة في إنجلترا. يا رب نحميها لك ويبارك لها في جوازتها. يا رب يا رب يا رب. بص يا مدام ماجدة، شيماء طلبت مني بشكل شخصي إن أنا أكلمك عشان أقول لك كل سنة وأنت طيبة. يا رب يخليك، وهي طيبة وأنت طيبة وكل أمهات مصر والعالم طيبين يا رب. يا رب يخليك. أنت ما بتشبهيش على الصوت؟ لا معلش انا عجزت. انا لا انت عندك 60 سنه بس. لا انا عجزت. انا اسمي منى الشاذلي. الله، don't say لا I will say منى الشاذلي. ايوه انا بعشقك يا ستي، انا بعشقك حبيبتي. لا بجد حته مفاجاه رهيبه. كنت نمتي. يعني لا ده حته مفاجاه رهيبه يا حبيبتي. لا بجد والله العظيم بجد انا مش مصدقه. بنتي بتقول لي ان ممكن ابوسها. طب مش لما ابوسها انا الاول؟ انا والله انت مش لما ابوسها الاول؟ لا لا هتعملها كده مش هتنيميني. انت كده مش هتنيميني يا مدام منى، كده مش هتنيميني يا حبيبتي. لا مش هتنامي زي انت. والله العظيم كده. اولا كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه يا حبيبه قلبي، يا رب يخليكي. انا بقى عايزه يعني انول شرف انه اعزمك وادعوكي ان انت تحضري حلقه من عندنا وتبقي فوق الراس والعين.
يا رب يخليكي ليا، يا رب يخليكي ليا يا رب. تخيلي منى شاذلي بتكلمني، يا رب يخليكي. لا بجد والله يعني فعلا احلى هديه عيد ام جات لي. هبعت لك العربيه الساعه 8:30 ان شاء الله، انا هبقى مبسوطه قوي. يا رب يخليكي ليا. تخيلي تخيلي هبوس منى شاذلي. لا لا انا واحده بس اللي هبوسها. لا 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 انا بس اللي هبوسها. خلينا نرحب بمدام مجدة. ازي حضرتك؟ اتفضلي. حضرتك اصغر، حضرتك اصغر بكتير مما تخيلتك. يا رب يخليكي. بصي انت مالك، خايفه ولا ايه؟ لا مش خايفه، بس اكسايتد يعني، انت عارفه يعني لفته حلوه قوي من شيماء، وما تخيلتش اني هشوفك عشان انا بحبك قوي. يا رب يخليك. معلش سهرناك النهارده. بس ف يعني مزيج من الفرح وال اولا كل سنه وانت طيب وحضرتك طيب، كل امهات مصر طيبين. عيد الام حضرتك جايه ومعاكي ولادك وبنات ولادك، دكتوره الاء، جوازات ولادك، دكتوره الاء واسماء وكابتن محمد ضابط بحري، دول ولادي. مدام اسماء مرات محمد، والد اسماء، ودي خطيبه عبد الله ابني الصغير ده في الجيش. يا اهلا وسهلا، ده عيد الام بارتي النهارده. يعني ده حاجه لطيفه جدا. احكي لي بقى ليه شيماء لما تلاقي على صفحه برنامجنا حاجه زي كده تقول انا يعني شكلها بتحبك قوي يا مدام مجدة؟ هم عارفين انا يعني ايه بحبهم قوي، يعني انت عارف حضرتك لما تبقي ديفوتد يعني كل حياتك لاولادك. ف وشيماء مأثر فيها قوي لان هي كانت كلوس قوي ليا، ف يعني كانت بعد ما اخواتها اتجوزوا كل واحده راحت بيتها، فهي اللي كانت قاعده معايا في البيت يعني. فلا تتخيل يعني كنت لازم انيمها وهي واخده ماجستير. يعني عايز اقول لحضرتك ان هي كبيره، ومع ذلك كان لازم انا اقعد جنبها لحد ما انيمها، لحد ما تنام. انت بدلعاها بقى. بحب قوي ادلعها. لا تتخيلي النهارده حضرتك كسبتي فيها ثواب قد ايه، ربنا يجعله في ميزان حسناتك، ان انت جمعتي لي كل ولادك، كل ولادي باحفادي كلهم مع بعض. وبقى شيماء اتجوزت وقطعت بيكي. طب ومش قلقانه عليها مع جوزها مثلا؟ لا لا لا. الحقيقه ربنا يا رب يكرمه، انسان رائع خلوق، انسان ربنا يا رب يكرمهم يا رب ويهنيهم. لا بجد لا مش قلقانه عليها. هقول لك وحشاكي قد ايه؟ مش قادره اقول لك يعني، عشان انا مش عايزه اعيط، فانا مش قادره اقول لك هي وحشاني قد ايه. يعني حته مني غايبه، انت عارفه لما فجاه تلاقي كده حته دراعك مش موجود، نص قلبك مش موجود، اكيد هتتأثري. طيب لما كلمتك بالليل وقلت لك شيماء قالت لي كذا، الحقيقه هو مش طلب يعني، هي فكره كده زي ما قلت لفته. كلمتيها بعدها وقلت لها حصل كذا؟ قلت لها ايه بقى؟ قعدت ادعي لها كتير قوي قوي. انا الحمد لله بدعي لهم كل فجر. بس حتى محمد ابني قال لها ربنا يسعدك زي ما انا شفت السعاده على وش ماما. بس من مكالمه السعاده على وش ماما؟ اصل انت تخيلي انا فعلا انا فعلا حضرتك جدا وبنحبك جدا جدا جدا. يا رب يخليك. وحضرتك لا حضرتك انا متابعاكي، دوختيني دوختيني على فكره بين المحطات من دريم تول ام سي مصر لسي بي سي. الله المشاهده بالساهل كده، مش لازم تتعبوا شويه. فانا حضرتك فعلا والله بجد يعني ربنا يكرمك. على على راسي من فوق. بالعكس بالعكس احنا اللي سعداء بيكي. طيب هي المفروض شيماء بقى تنزل امتى؟ الصيف الجاي ولا بعد سنه؟ هي قالت لي احنا كل فلوسنا خلصناها في الجوازه وما معناش ولا يعني ما فيش وفره انه او دلع انه ان هي تنزل مصر. هي ما عندهاش لا ما عندهاش لسه دلوقتي. المفروض تنزل امتى ان شاء الله؟ لا مش اقل من سنه يا حبيبتي. مش اقل من سنه. تلاقيكي يعني بتعدي الايام. مش عارفه اعمل ايه، بس يعني كان نفسي اطمن عليها.
يعني كل سنه في عيد الام تقول لك كل سنه وانت طيبه يا ماما. لا حضرتك لا تتخيلي، كل سنه في عيد الام هي اللي بتصحيني الفجر وتقعد تغني لي صباح الخير يا مولاتي، ودي بتتكلمي بجد ولا بتضحكي علينا؟ والله العظيم بجد، وتقعد تمثلها لي زي ما سعاد حسني كانت بتعمل، وتبوس ايدي وتوطي على ايدي وعلى دماغي صباح الخير يا مولاتي. لازم ده كان اعرف، انا احيانا كنت بنسى عيد الام لا بس يعني لازم الفجر بتاع فجر عيد الام ده لازم شيماء تصحيني وصباح الخير يا مولاتي، وبتبقى عامله لي فيديو كليب كده على الفيسبوك وبتنزله. السنه اللي فاتت كانت في لندن عشان بتاخد الماجستير، بعتت لي فيديو كليب بتاع عيد الام. لا يعني بيبقى احتفال مختلف. يعني اليوم ده كله ولادي الحمد لله ربنا يكرمهم يا رب، بيبقوا كلهم موجودين. وماما طبعا الشيف ماما بس شيف على قد يعني كده طبعا يعني انت عارفه بيبقى سعادتي كلها يا ماما احنا، لا انا سعادتي ان انا احس ان ولادي حواليا ومتجمعين كلنا على سفره واحده وعامله لهم الاكل اللي كل واحد بيحب حاجه كنت بعملها. يعني ده لحد السنه اللي فاتت، وان شاء الله السنه دي لو ربنا اداني عمر هعمل لهم كده. بس السنه دي شيماء هي اللي مش هتبقى موجوده. لا مش بس شيماء، عبد الله، عبد الله في الجيش. طيب انا عايز اسال، هو في حركه هنا؟ هو في حد هنا بيتحرك؟ معلش المدام، معلش في حاجه حضرتك عايزه حاجه؟ في حد عايز حاجه؟ ممكن تبصي معايا كده يا مدام ماجده، في حد عايز يقول لك حاجه غالبا. دي شيماء يا جماعه، دي شيماء. اقعدي يا شيماء، اقعدي جنبها واحضني، اقعدي جنبها واحضني. انت فرحانه يا ايه؟ من جبناها لك من مانشستر، من مانشستر لحد هنا جبناها لك جري. بوس عزمناش فعلا يا شيماء. انتوا متخيلين حجم المفاجأة؟ طبعا تكونوا عارفين وما قلتليش. لا لا محدش يعرف، احنا عاملين مؤامرة دولية. اما اللي فاتت بالظبط. انت عايزة حد تاني يقول لك صباح الخير يا مولاتي السنة؟ شفتي؟ قلنا ما ينفعش عيد الأم يعدي من غير صباح الخير يا مولاتي. احنا كلمنا شيماء، خليني اشرح بقى الموضوع. انا سالت شيماء قلت لها هي مامتك من الامهات النكديه ولا الفريحيه؟ ما احنا برضو خفنا عليك من المفاجاه. قالت لا ماما ست عقله، دموعها قريبه بس عقله. فقلنا خلاص احنا هنمشي في المؤامره. خليني احكي لكم الحدوته. احنا كلمنا شيماء في انجلترا، قلنا لها يا شيماء عندنا شرطين. واحد، تقسمي بالله العظيم انك ما تنطقيش كلمه ولا تقولي لماما. قالت قوي قوي قوي. الشرط الثاني انك بكره هتركبي الطياره وتيجي عشان تصوير الحلقه. ما اخدش الموضوع ثواني، الحقيقه ما فكرتش. قالت انا هعمل فطار لجوزي واركب الطياره. ده كان اغرب رد، يعني احنا ما وقفناش عند هركب الطياره، احنا وقفنا عندها هعمل فطار. ومن ساعتها والمؤامره شغاله. هي بتركب من مانشستر لهيثرو، ومن هيثرو للقاهره، لحد من المطار لهنا، وخبيناها في اوضه وانتي في اوضه تانية واهلي كلهم في حته تالتة عشان المفاجاه ما تبصش. يا رب يسعدك يا رب يسعدك يا رب يسعدك.
وكمان لازم اقول حاجه، اشكر احمد جوزها. مش اي راجل. لا احمد بقى كان عنده موقف لطيف جدا بعد ما اتفقنا وظبطنا المؤامره. عليكي كلنا بنامر عليكي. انا اول مره اشوف شيماء. لا ليكي ليكي مش عليكي. ليكي ايوه مؤامره ليكي. فانا كنت قلقانه لا يبقى عندها ظروف شخصيه تمنعها ان هي تيجي. لانه احنا الحلقه مظبوطه يعني ميعادها محدد. فكان لازم تيجي، وما كناش عايزين نطول مسافه عشان برضو مش ضامنينها. انت عارفه الستات تكلمك بقى وتلمح وكده. كنت قلقانه لا يبقى عندها ارتباط مع جوزها او جوزها ما يحبش يتآمر معانا. فقلت لها يا شيماء هو جوزك قال لك ايه؟ قالت لي قال لي انا كمان عايزه اشوف ماما. شيماء هي اللي طلبت، شيماء هي اللي افتكرت ماما، شيماء هي اللي بعتت لنا، هي اللي قالت بس انا عايزه اقول لها كل سنه وانتي طيبه. فكان يعني تستاهل كل الحركات اللي حصلت دي عشان تبقى في حضنك في عيد الام السنه. يا رب يخليك يا رب يخليك يا رب يخليك. تخيلي ان انا هنام النهارده وشيماء في حضني. شفتي بقى متخيله؟ لا احكي لي احكي لي. وانت بتبصي هنا عرفتيها امتى ولا فهمتي ايه؟ قولي لي اللي حصل ده. لا لا انا ما تخيلتش. انا ببص على المدام. وانت بتقولي في مدام هناك. في حاجه. فانا افتكرت المدام اللي قاعده. فانا ببص عليها، انا ببص على الكورنر ده كده. الانجل دي مش مش ببص على بصيت على الزاويه دي كده. وبعدين حسيت ان هي راسها بتتحرك. ف انتبهت انتبهت ان هي. انت شكلك لسه مش مستوعبه الموقف. لا لا بجد لا لا بجد. قولي بقى لما انا كلمتك انت بعتي ايه؟ انت شفتي اللي احنا عاملينه على الصفحه. قولي لي بقى انا عايزه اقول لك ان اخواتي، اخويا محمد النهارده بيسالني بيقول لي اكيد ليكي واسطه بقى مع استاذه منى الشاذلي جامده جدا عشان تختار ماما ان هي تيجي الحلقه. فقلت له طب معلش خليها هي تبقى تقول لكم هي احنا الموضوع حصل ازاي. فراحت هو لسه شاكك فيه لراجل ان احنا ما قال لي لا طب قولي لي وانا مش هقول لحد. قلت له مفيش حاجه. حاولت برضو فيها. مفيش حاجه غير ان انا لقيت البرومو على الفيسبوك. انا بقالي فتره وبالتآمر مع مرات اخويا اسماء كنت عايزه اعمل لها كليب تاني. بس المره دي لان ماما كان نفسها قوي ان انا اتجوز، فالمره دي هضيف في الكليب صور الفرح بتاعتي اللي هي معايا فيها. بعدين ماما تقريبا فهمت ان انا هعمل لها كليب. فانا قلت لازم اغير الخطه بقى اعمل لها حاجه جديده. بعدين فجاه سبحان الله يعني مسافه ما بدات افكر لقيت البرومو جاي قدامي في معاكم منى الشاذلي. ان في لو احنا عايزين شفتيه من التلفزيون؟ ما شفتيهوش على لا انا ما عنديش تلفزيون. انا عندي على الفيسبوك. بس انا شفت انا لايكت الصفحه بتاعتكم. بس فرحت ايه قلت طيب دخلت. بعدين قلت ايه بصراحه انا عمري ما قدمت في اي برامج ولا يعني ما عملتش الموضوع ده قبل كده. بس انا قلت يعني ممكن. بس انا كل امنياتي ان هي انا عارفه ان ماما بتحب منى الشاذلي وبتتفرج لها على البرنامج. فلو بس منى الشاذلي فكره غريبه جدا بس ماشي استاذه منى الشاذلي بس كلمت ماما وقالت لها كل سنه طيبه في عيد الام. والله ده كل امالي لان انا كنت عارفه ان ماما هتفرح جدا لو كلمتيها. فلما لقيت حضرتك لا لقيت الاول حد من الاعداد بيبعت لي على الفيسبوك طب استاذه منى الشاذلي هتكلمك بنفسها. طب يا جماعه ايه ده؟ هو يعني طب خلاص لو تقيله يعني مش عارفه تعرف تكلمها خلاص مش مشكله هشوف حاجه ثانيه. بس فجاه الدنيا زي ما حضرتك في ساعه زمن فجاه لقيت نفسي حضرتك بتكلميني وبتقولي لي طب ممكن. ايوه انت مش بيقول لك وصيتك كبيره. ايوه وصيتك كبيره. وصيتي كانت ربنا انا عارفه بصراحه. وصيت جامده اصلا لسه. لا قولي لي بعد ما اتكلمنا بقى يعني بعد ما قفلتي السماعه انت فكرتي في ايه؟ يعني بعد ما كلمتك وقلت لك احنا عايزين نعمل كده لماما. احنا مبسوطين من فكره العواطف الحلوه والافكار الحلوه. قفلتي السماع فكرتي في ايه بصراحه؟ لم يعني موضوع اللي انا ان انتوا تجيبوني او التيكت اللي هتتحجز لي في الاول قلت طب يا رب يلاقوا. وبعد كده قعدت اقول طب افرض ما لقوش.
فبلاش احط امل في نفسي ان انا هشوف ماما علشان ايه ما اتضايقش. وبعدين لما اتصلت بيها تاني قلت لي ان في تيكت والتيكت دي هتبقى من لندن وكده. فقلت طب ماشي مش مشكله يعني مش مشكله لحد ما اوصل مصر عشان اشوف ماما. كنت خايفه قوي قوي وانا جايه. احنا كنا خايفين منك لا تكشفي السر. لا لا ما انا عملت مقالب فيها كتير قبل كده. لا انا عملت مقالب ومفاجآت فيها كتير قبل كده فما بكشفش بصراحه يعني. بس انا كنت يعني انا قلقانه لحسن تحصل حاجه. وبعدين جوزي بقى ربنا يخليه ليا فلو شيماء انا ما لقيتكيش بسهوله. انت متاكده من الموضوع؟ لا يخطفوكي لا يخطفوكي ولا لا والله ده استاذه منى الشاذلي كلمتني بنفسها وكلمت ماما وقالت لها ومش عارف. طيب ماشي تبعتي لي كل شويه. فبقيت بقى طول السكه وانا عماله ابعت له اللي هو ما نمتش فعلا وعماله اقول له انا وصلت كذا انا رحت كذا انا عملت كذا انا عملت تشيك ان خلاص انا عملت. بس بصراحه لما جيت عملت تشيك ان ولقيت التيكت ان التيكت محجوزه فعلا لا لا لا, لا ده الموضوع كبير. بس اتبسطت جدا طبعا. وطول الرحله انا مش عارفه انام بسبب ان انا متحمسه جدا طبعا. هشوف ماما يعني. وهعمل لها مفاجاه. انا هشوف ماما ومش عارفه بقى يعني ايه بقى يعني مفاجاه غير اي مفاجاه. طب كنت قاعده هنا بقى في الاوضه متوتره طبعا. بصراحه انا كل شويه اسالهم يا جماعه هو هي ماما دخلت ولا لسه؟ يا لسه. طب بصوا اسماء بتنام بدري شويه فعشان ما تتوبش. اول ما تلاقوها بتتوب ادوها قهوه على طول شربوها قهوه. شربوها عشان كده ايه بيشربوها قهوه. خفت تنامي مننا يا ستي نعمل كل اعمال دي وبعد كده تنامي. لا لا خليكي كنتيني لا كنت كتدية تتفتح لوحدها. امال نعمل فجأة تبوظ يا مدام ماجدة. وبعدين بصراحة هي يعني يمكن هي الحلقة عشان عيد الأم ويمكن البرومو كان عشان عيد الأم. بس أنا بصراحة حاسة إنها المفاجأة دي كمان كانت عشان أنا. عشان أنا عمري ما كنت هتخيل إن أنا هنزل مصر في التوقيت ده وهشوف ماما. رغم إن أنا بزن على أحمد بقالي كتير يعني. والله مش مصدقه والله مش مستوعبه لحد دلوقتي زي ما اكون بحلم. ويا رب ما حدش يصحيني الاقي الموضوع كله فيك. لا بس لا يا تحلمي ما انت ايدك في ايدها هو انت سايباها معلش حد ده مكلبشه فيها يعني نرجع في كلامنا ده بس يعني لا انا بتاكد فعلا ان الموضوع حقيقي. والله العظيم انا متاكد ان الموضوع حقيقي. لا حقيقي هتبات في حضنك وهتقعدي تنيميها النهارده زي ما بتدلعيها. اساليها بعد اعمل لها مساج وصباح الخير صباح الخير. طيب انت بقى بما انه بقى عيد الام لازم تغني لها صباح الخير يا مولاتي مع اننا احنا في مساء الخير. يلا قولي لها بس. يلا اتفضلي يا استاذه شيماء. لا طب طيب بص هو انا ممكن اغني الكوبليه اللي انا بغنيه لها في الغالب لان هو ده الوحيد اللي انا حافظاه. اتفضلي. فبقيت الاغنيه مش قوي عشان لا بس لا يلا انت حافظاه. طيب هو انا كنت بقول لها يا ماما يا اما يا اماتي سلاماتي احتراماتي قبولاتي يا ماما يا اما يا اماتي سلاماتي احتراماتي قبولاتي صباح الخير يا مولاتي يا ماما. ودي كانت هدية من هدايا عيد الأم النهاردة. مرة بجد أجمل 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 هدية جات لي من يوم ما اتولدت لحد دلوقتي يا حبيبتي. والله ما تاخدي بالك من ماما النهارده بقى ايه يعني اعصابها لان انا بجد كنت خايفه عليها من الخط. يعني احنا كلنا كنا عايزينها من مفاجاه بس مش عايزين ناذيها. تاخدوا بالكم منها وكل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبه يا مدام ماجدة. يشاء ربنا ان احنا مش بس نتكلم في التليفون ومش بس نتقابل اول مره يبقى فينا كده او يبقى ما بيننا صله انه نوصل شيماء تيجي تقضي عيد الام معاكي وترجع على طول على مانشستر تاني. أكيد مش أكيد عايزين عطل اكيد. لا احمد يصعب عليا كمان يعني يقعد لوحده. ربنا يخليها ليك كل سنه وانت طيبه يا رب وحضرتك طيبه.
مره بتكوني لي ممرض، وامال الامور كسيب وتزعلي كده وكده، تاخديني على التمرين عايزاني اشطر من رونالدو، وبلبط في البسين وانت في الحر برضه، واتنطط فوق دماغك والخبط السرير، واكلك بايدي وكان انا كبير، ومزاجي ان ابدا اكل قبل ما البس البابيتا، وتلاقي الارض عليها مكرونه بكل حته، فضلت وزن تقيل طبيخ مواعين غسيل، موال وعايشه فيه والبيت بتغدي بيه، ودي عليكي المسلسل اللي انت بتحبيه، وبننام جنبك بالليل وكل يوم اعمل بيك بيه.